قمة القاهرة دعت طرفي الصراع في السودان إلى ما سمته حوارا جامعا لوقف الحرب، بما سوف يختلف هذا الحوار عن الحوارات الأخرى مثلا؟ يعني حضرتك الحوار طبعا دي دعوة جيدة جدا، ونتمنى انه طرفي الصراع المسلح في الخرطوم في السودان يتجاوبان مع هذه الدعوة، لانه مهما كانت القرارات التي تصدر سواء عن قمة في القاهرة او اي قمم اخرى حوالين الاوضاع في السودان، مهما كانت القرارات قرارات قوية و ترتكز على مجموعة من المبادئ التي يرتضيها الشعب السوداني، فكل هذا يتوقف على رغبة وإرادة قيادات الجيش وقيادات الدعم السريع في نعم، الجلوس هذا واضح والتحاور سيد حول حسين، هذا واضح بكل تأكيد، لكن في اعتقادك ما هي شروط أو لنقل مواصفات نجاح أي حوار يقام بين الجيش والدعم السريع بالنظر إلى النتيجة التي وصلت إليها الحوارات السودانية في جدة؟ ده يتوقف على حضرتك على الأهداف السياسية اللي كل طرف من الطرفين بيحاول يحققها. ما هو يعني ما هو المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الجيش السوداني في محاربة قوات الدعم السريع، وما هو المدى من الناحية العسكرية اللي ممكن تذهب إليه قوات الدعم السريع لفرض إرادتها؟ هل ممكن بلورة إرادة مشتركة، إرادة سياسية مشتركة بين طرفي الصراع المسلح حاليا من أجل وقف إطلاق النار والاتفاق على هدنة ثم البدء في عملية تفاوض حوالين المرحلة الانتقالية حضرتك في السودان؟ وإذا كان في مرحلة انتقالية في السودان، فما هو الفرق بين هذه المرحلة الانتقالية وما سبق وأن اتفق عليه قبل اندلاع المواجهة العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع؟ حضرتك لا نعم، لكن ينبغي أنت أن نحمل ربط الأمور بالأوضاع الميدانية، هل تعتقد بأن الطرفين الآن على استعداد لبدء هذا الحوار الذي تدعو إليه قمة القاهرة؟ يعني نتمنى حضرتك يعني نتمنى أنه كل من طرفي الصراع المسلح في السودان يدركان انه ما من منتصر وما من مهزوم في هذه المواجهه. هذه يعني لا ينبغي لاي طرف من الطرفين انه ينظر الى هذا الصراع من منظور دي مباراه صفريه. يعني هو خاسر اذا الطرف الاخر كسب، واذا الطرف الاخر خسر يبقى الطرف الثاني كسب. هذه النظره ولا في تقدير المتواضع التي حكمت وتحكم هذا الصراع المسلح حتى هذه اللحظة ينبغي أن يتخلوا عنها. ينبغي أن كل من الطرفين يضع في اعتباره مصلحة السودان، وأنه هذا الاقتتال هذا الاحتراب بين الطرفين لن يستمر إلى ما لا نهاية، لن يستمر إلى ما لا نهاية، لأنه ولا المجتمع الدولي هيتحمل هذا ويقبله، ولا دول الجوار هتقبله، طيب. ولا الشعب السوداني ذاته يستطيع أن يتحمل تبعات ذلك. فالنهاردة قمة القاهرة لعل القرارات التي خرجت عن قمة القاهرة تدفع كل من الجيش السوداني من جانب وقوات الدعم السريع من جانب آخر إن هم يعيدوا حساباتهم على ضوء المستجدات. طيب، أخذ رأي أما سيد. إذا ظلت الأهداف نعم، سوف آتي بالتفصيل معك ومع تفضل. باقي الضيوف سيد هريدي.